بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا فيديو جديد بالنسبة للسنة، تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، وخاص بدرس الأعداد العقدية. باش تستفيدوا من هذا الفيديو، أنا كنفضل أنكم توقفوا الفيديو وديروا التمرين بوحدكم هو الأول، ومن بعد تشوفوا تقارنوا الحل مع الحل اللي غنقدم لكم. التمرين الأول يقول: حدد الشكل الجبري للأعداد العقدية التالية. دونك هنا خديت مختلف الحالات اللي ممكن تلقاو. لاحظوا هنا كاين لا بويسونس، كاين هنا الكسر، الجداء، القوة، الى غير ذلك. ممكن نبدا بالحالة الاولى ونمروا الجواب. السؤال الاول، اولا واحد زائد اثنان اي على ثلاثة اي، على بركة الله الى الجواب. دونك العملية الأولى واحد زائد اثنان اي على ثلاثة زائد اي. في هذه الحالة ديال الكسر دائما كناخدو نفس العدد، واحد زائد اثنان اي على ثلاثة زائد اي، وكنضربو في المرافق. غنديرو بلون المغاير باش يبان لكم شنو كندير. المرافق هنا عندي بلس، غتولي ناقص. دونك دائما نغيرو الإشارة. داكشي اللي ضربت فيه المقام غنضربو في البسط باش تبقى عندنا التساوي، ثلاثة ناقص اي. ثم الآن البسط غنشرو. دونك عندي هنا جوج ديال الحدود، وهنا جوج ديال الحدود، يعني خصني نحصل على أربعة ديال الحدود. دونك واحد في ثلاثة هي ثلاثة، واحد في اي ناقص اي يعني ناقص اي، زائد ستة اي، ثم ناقص اثنان اي اس اثنان، على هنا متطابقة هامة، تلاتة اس اثنان ناقص اي اس اثنان. القاعدة الأساسية في الأعداد العقدية هي أن اي اس اثنان يساوي ناقص واحد، يعني نبسط، تلاتة ناقص اي زائد ستة اي، ودائما هاد الإشارة اللي كتكون سالبة ترجع موجبة، زائد اثنان، على المقام تسعة زائد واحد. هنا قلنا اي اس اثنان يساوي ناقص واحد، مع الناقص غتولي زائد. دونك يساوي، غنجمعو الأعداد الحقيقية بوحدة، يعني ثلاثة زائد اثنان يعني خمسة، ثم زائد خمسة اي على عشرة، يعني النتيجة كنقسمو الكسر، خمسة على عشرة زائد خمسة على عشرة اي، هي واحد على اثنان زائد واحد على اثنان اي. العملية الأولى. دونك وقفوا الفيديو وشوفوا العملية الثانية، ديروها بوحدكم، ومن بعد قارنوا مع النتيجة اللي غنتوصل ليها. دونك العملية الثانية هي على الشكل التالي. هنا جداء فقط غنشر بشكل عادي، خمسة اي اس اثنان، خمسة اي في اي، زائد خمسة، خمسة اي في ثلاثة، ناقص اي في واحد، ثم ناقص ثلاثة، يساوي اي اس اثنان قلنا ناقص واحد يعني ناقص خمسة، زائد خمسة عشر اي، ثم ناقص اي ناقص ثلاثة، اللي غتعطينا على كنجمع الأعداد الحقيقية بوحدها، ناقص خمسة ناقص ثلاثة يعني ناقص ثمانية، ثم خمسة عشر خمسة عشر اي ناقص اي يعني أربعة عشر اي. العملية الثالثة العملية الثالثة على الشكل التالي: اثنان ناقص اي على واحد زائد اثنان اي يساوي، قلت في هذه الحالة كنضربو في المرافق، على واحد زائد اثنان اي، والمرافق في هذه الحالة هو واحد ناقص اثنان اي،
واحد ناقص اثنان اي. ثم نبسط البسط، يعني اثنان في واحد يعني اثنان، ناقص اربعة اي ناقص اي زائد اثنان اي اس اثنان، على هنا قلنا كنديرو واحد زائد مباشرة عوض متطابقة الهامة اللي كنا كنديرو ا اس اثنان ناقص بي اس اثنان، هنا كنديرو بما ان كاين اي عدد عقدي كنديرو زائد اثنان اس اثنان اللي هي اربعة، يعني يساوي المقام خمسة. ثم هنا اثنان ناقص اربعة اي ناقص اي ثم ناقص اثنان، ناقص اثنان مع ناقص اثنان، دونك كتبقى عندي ناقص خمسة اي على خمسة، يعني غنختزلو بخمسة تبقى ناقص اي. العملية الموالية دونك رابعا تلاتة ناقص اي أس ربعة أس اثنان، هنا غنلتجؤو للخاصيات ديال القوى، دونك غنردو تلاتة ناقص اي لكل أس اثنان، الكل أس اثنان، هنا غنطبقو المتطابقة الهامة اللي هي تلاتة أس اثنان ناقص اثنان في تلاتة اي زائد اي أس اثنان لكل أس اثنان يساوي تسعة ناقص ستة اي ناقص واحد لكل أس اثنان، اللي هي تسعة ناقص واحد يعني ثمانية ناقص ستة اي لكل أس اثنان. نعود نطبقو المتطابقة الهامة اللي هي تمانية أس اثنان ناقص اثنان في تمانية في ستة اي زائد ستة اي أس اثنان كتساوي أربعة وستين، ناقص جوج في ستة اتناش في تمانية اي ناقص ستة وتلاتون، هنا نحيدو الأقواس ما عندنا ما نديرو بيهم، دونك يساوي أربعة وستين عفوا نحيد القوس يساوي أربعة وستين ناقص ستة وتلاتين ناقص، هنا غنحسبو تمنية في جوج ستاش، تمنية في واحد تمنية زائد واحد تسعود ناقص ستة وتسعين إي، وهنا أعطينا النتيجة التالية تمنية وعشرين ناقص ستة وتسعين إي. أمر إلى العملية الموالية، قلت سابقا باش تنجزو هادشي من الأحسن أنكم تنجزو عملية بعملية بوحدكم، لأن الرياضيات كما كتعلمو هي مادة ديال التطبيق، لا يكفي أننا نشوفو الفيديو ونقولو راه فهمنا، وإنما خصنا نحسبو دروسنا باش نشوفو واش غنلقاو نفس النتائج أم لا. دونك هنا عندي مجموع كسرين، دونك غنضرب في المرافق في العدد الأول ثم المرافق في العدد الثاني، يعني اثنان اي على تلاتة ناقص اي، نديرو عامل تلاتة زائد اي ثم تلاتة زائد اي زائد اي واحد ناقص اثنان اي لكل اس اثنان، وهنا غنضربو في اي وغنضربو في اي باش نتخلصو من اي من المقام، دونك يساوي غنشر ستة اي زائد اثنان اي اس اثنان على تلاتة اس اثنان يعني تسعة زائد واحد زائد ناقص واحد هنا اي اس اثنان، ثم هنا غنشرو واحد ناقص اثنان في اثنان اي زائد اثنان اي الكل اس اثنان ثم جداء اي، نحصل على ستة اي ناقص اثنان على عشرة زائد ناقص واحد، دونك هنا واحد ناقص اثنان ناقص أربعة إي، وغنضربها شي في إي،
دونك غتعطينا نختزلو باثنان، غنحصلو على ناقص واحد على خمسة زائد ثلاثة على خمسة اي، انا قلبتهم بديت بالعدد الحقيقي هو الاول، زائد ناقص واحد ناقص اربعة اي مضروبة في اي، غنشرو ناقص واحد على خمسة زائد ثلاثة على خمسة اي، عاد ناقص غنطلع لفوق باش نتحيدو من ناقص، دونك ناقص اي في ناقص واحد يعني ناقص اي، اي في اربعة ناقص اربعة اي اس اثنان يساوي ناقص واحد على خمسة زائد ثلاثة على خمسة اي زائد اي، هنا زائد اربعة اي اس اثنان، هي ناقص واحد على خمسة زائد ثلاثة على خمسة اي زائد اي ناقص اربعة. دونك غنجمعو الأعداد الحقيقية بوحدها، ناقص خمسة ناقص اربعة زائد اي عامل ثلاثة على خمسة زائد واحد، ممكن نبسط، ناقص خمسة نضربو هنا في خمسة ناقص عشرين ناقص واحد وعشرون على خمسة، زائد هنا خمسة زائد ثلاثة يعني ثمانية على خمسة اي. العملية الموالية دونك انا غنفوتها لان نفس الشيء، غندوزو للعملية السابعة، سابعا دونك عندي ديس صلب بيسونس ديس، يعني غنحاولو نكتبو على شكل المتطابقة الهامة، جذر جوج على اثنان زائد اي جذر اثنان على اثنان الكل أس عشرة، عاودت نفس الكتابة، غنعمل بجذر اثنان على اثنان عامل واحد زائد اي ونديرو لا بيسونس عشرة، دونك غنفرق الأس غتبقى ليا جذر جوج على جوج أس عشرة مضروبة في واحد زائد اي أس عشرة. الآن هاد عشرة غنكتبها على شكل خمسة جذر جوج الكل أس عشرة مضروبة في واحد زائد اي أس اثنان الكل أس خمسة، نحسبو متطابقة الهامة الآن، يعني يساوي جذر جوج على جوج الكل أس عشرة مضروبة في واحد زائد اثنان اي زائد اي أس اثنان الكل أس خمسة، هنا نشرت المتطابقة الهامة، يعني جذر جوج على جوج الكل أس عشرة مضروبة في واحد اي أس اثنان هي ناقص واحد زائد اثنان اي كل أس خمسة، هنا نحيدو واحد مع واحد، نحصل على النتيجة التالية، جذر جوج على جوج الكل أس عشرة زائد اثنان اي الكل أس خمسة، يعني جذر جوج على جوج الكل أس عشرة نضربها في اثنان أس خمسة نضربها في اي أس خمسة، و اي أس خمسة نعود نفس الشيء، هنا غندير جوج أس عشرة بوحدها وهنا أس عشرة، فرقت الأس مضربها في اثنان أس خمسة مضربها في اي أس أربعة مضربها في اي، حنا كنعرفو بأن عندنا قاعدة ديال اي لابيسونس كتر ان يساوي واحد، كيلكو سوا ان لابارتي ان، كيما بغات تكون ان دونك إلا شفتو ربعة في عدد راه كتساوي اي لابيسونس ربعة في عدد راه كتساوي واحد، دونك هذا كيساوي واحد، دونك كتبقى عندنا اي، هنا ممكن نختزل باثنان أس خمسة مع اثنان أس خمسة، كتبقى عندنا جذر جوج أس عشرة على اثنان أس خمسة نضربها في اي، على هذه هي النتيجة. هنا ممكن نزيد نبسط، يعني نكتبها على الشكل التالي، جذر جوج أس خمسة أس اثنان الكل أس خمسة على اثنان أس خمسة مضربة في اي، هذه هي اثنان
أس خمسة على اثنان أس خمسة مضروبة في إي، ونختزلو باثنان أس خمسة، أتبقى لي النتيجة النهائية هي إي. دونك هاد العدد كله كيساوي إي. نمرو العملية الأخيرة، واحد زائد اثنان إي أس 230، دونك يساوي واحد زائد إي نفس الطريقة غنديرو أس اثنان ضربة 115. لاحظوا إلا ضربنا 115 في جوج غنلقاو 230 اللي كتساوي، ديجا حسبنا هادي غنعاودوها، واحد زائد اثنان إي زائد إي أس اثنان كل أس 115 يساوي واحد زائد اثنان اي ناقص واحد الكل 115. دونك غنختزلو بناقص واحد، تبقى عندي النتيجة التالية اثنان اي الكل 115 اللي هي اثنان اس 115 في اي اس 115. دونك فاش كتلقاو اي عندنا قاعدة اي اس 115، غنحاولو نقسمو هاد 115 باليد ماشي بلا الحاسبة باش يبقى عندنا الباقي على أربعة. دونك 11 على أربعة هي اثنان، اثنان تمانية غتبقى لنا تلاتة، 35 تبقى عندي هنا تمانية، تمانية في أربعة 32 وغتبقى عندي تلاتة. دونك تكتب على شكل 115 تكتب على شكل أربعة في 28 اللي هي إن زائد تلاتة. دونك غنرجعو لهنا غنديرو اثنان أس 115 مضروبة في إي على بيسونس أربعة في 28 زائد تلاتة، دونك كتساوي جوج أس 115 مضروبة في أربعة إي عفوا إي أس أربعة في 28 مضروبة في إي أس تلاتة. هذا قلنا يساوي واحد، إذا نلقاو جوج أس 115 مضربة في واحد مضربة في إي أس تلاتة اللي هي إي أس اثنان مضربة في إي، دونك هادي غتساوي ناقص واحد، دونك غتبقى عندنا ناقص إي. دونك ناقص جوج أس 115 مضربة في إي، هادي هي النتيجة النهائية. عندنا إي لابيسونس 4 ان كتساوي واحد، ثم اي على بيسونس 4 ان بلس 1 كتساوي اي، ثم اي على بيسونس 4 ان بلس 2 كتساوي ناقص واحد، ثم فينالمون اي على بيسونس 4 ان بلس 3 كتساوي ناقص اي. هادو هما القواعد ديال اي ديال القوى ديال اي على بيسونس 4N. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.